انتهت الزيارة الأربعينية وشهدنا فيها كثيرا من المواكب الخدمية التي تقدم ما لذ وطاب من الطعام للزوار على طول طريق المشاية إلى كربلاء. لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ اعتاد العراقيون على طبخ القيمة والتمان وتوزيعها في تلك الأيام من شهر محرم الحرام، ولكن على غير العادة وخارج المألوف قام شاب عراقي بتوزيع ثواب ما طبخه من القيمة والتمن على شريحة منسية من المجتمع، هم نزلاء مستشفى الأمراض النفسية والعقلية ببغداد، في خطوة لافتة لاقت الكثير من الثناء والاستحسان، خصوصا طريقة تسلم كل شخص من النزلاء لحصته من الثواب بهدوء دون تدافع وصراخ. يلا يلا تعالوا خذ حج شخذ ألف عافية ها طيب ثم نقيمه يلا حج يلا خذ يلا خذ 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 تعال خالي تعالوا خذ هم ما يأخذون هم يأخذون هاج ما يدخل بعد واحد خذ هاج بعد واحد يلا هاج إيه عافية تطلع عمي يلا خذ خذ من الجدري مد ايدك مد ايدك مد ايدك يلا تعال خذ 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 ها سيد شنو الاخبار يمك هاج حبيبي هاج ماجور ان شاء الله يرحمك حبيبتي خاله دللي صيحة صيحة خليجي تعال هات طيب واحد طيب هذا معون هات حجي هات خوي يلا بالعافية هات هات عمي هات ما جاي معون المريضة هات ودي له يلا مقطع الفيديو المتداول لاقى استحسان عدد كبير من المتابعين والناشطين على منصات التواصل، خصوصا والشاب كان حريصا على عدم ذكر اسمه أو اسم الموكب، كان يحاول أن يخفي وجوه الذين ظهروا في مقطع الفيديو، ونحن أيضا بدورنا قمنا بإخفاء الوجوه حفاظا على خصوصية من ظهروا في مقطع الفيديو واحتراما لذويهم ولخصوصية وضعهم أيضا. أما ردود الأفعال والتعليقات كانت كالتالي، ونبدأ من تعليق لبدور الداغر. تقول بدور الداغر هنا لها تعليق: كل شيء بصفحة، وأخلاقهم وتربيتهم من يأخذون الأكل بكل هدوء، يطلبون بأدب، هاي كلها بصفحة ثانية. قسم بالله مو هذول اللي المفروض يتخلون بالمصحة، اللي جاي نشوفهم بالشوارع كون يتخلون. تعليق آخر من ميلاد العبيدي: قلبي يظل يأذيني عليهم من شفت المقطع، ما توقعت اكو هيجي ناس هواية وبكافة الأعمار بالمستشفى، ربي يوفق اللي راحلهم ويجعلها في ميزان حسناته إن شاء الله. أيضا هناك تعليق من مرتضى العبيدي: عاشت إيدك ويا رب كل التوفيق، أتمنى هالناس اللي تتعارك بوقت الثواب تشوف الفيديو وتتعلم. ايضا تعليق ومداخله من مرتضى: بالنسبه للي يقولون ليش يصور، ترى الولد اول شيء جاي يحفز غيره يسوون مثله، ثانيا هو ما طلع وجهه ولا حط يوزر ولا قال اسمي او اسمه، يعني نيته موريا، فالله يجازيه خير. ايضا هناك تعليق من سومري اكدي: احسن شيء سواه هذا الشخص للان، ناس تستحق الثواب، ويا ريت أهل الفخفخة من المواكب يلتفتون إلهم، أما تربيتهم فهذول الناس العاقلين، بس الزمن أغبر للأسف، الثواب الصح في المكان الصح. هناك تعليق من هاني الأسدي يقول: هاني أجمل شيء تشوفه لتوزيع الثواب ومكانه ومستحقيه، الأجمل من هذا كله
كل شخص يأخذ ماعون وبهدوء وبدون تدافع أو هوسة وصريخ، وكل شخص يأخذ على قدر اللي يكفيه ويتحرك.